تقول هناك عرض في شركة الاتصالات لمدة سنة، المشترك يدفع 8,000 ريال ويأخذ أسبوعيا 1,500 ريال بما يسمونه شراء أسهم، وإذا أردت نقودي أأخذها في أي وقت أريد، هل يجوز ذلك؟ هذا عمل باطل، هذا عمل باطل وأكل لأموال الناس بالباطل واحتيال ونصب، ينصبون على الناس يتحيلون بالناس، وهذا عمل باطل وكسب خبيث، ولا يجوز التعامل بمثل هذا العمل.